السلام عليكم إخواني أخواتي مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في سفيرة جديدة. فيديو اليوم هو تتمة الفيديو الماضي اللي بديناه من مدينة أكادير في اتجاه إيمين تانوت، وبالضبط من إيمين تانوت في اتجاه شيشاوة عبر الطريق الوطنية 8 بإقليم شيشاوة، واللي المسافة ديالها 44 كيلومتر حوالي 35 دقيقة من السياقة. طريق بجودة ممتازة وفيها تضاريس فريدة من نوعها، كأنك على سطح كوكب آخر. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك إذا عجبك المحتوى، وبغيتي تسافر من المكان ديالك عبر الشاشة فقط، وتشجيع عني لعمل المزيد من الفيديوهات على طرقات ومدن بلادنا. وفرجة ممتعة. Thank you.
you